يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، منهم من يفسر قوله سبحانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه على البصمة الموجودة الآن، وأن كل واحد له بصمة بأصبعه الكبرى تختلف عن غيرها، فما صحة هذا؟ الله أعلم، هذا تخرص لا دليل عليه، هذا تخرص لا دليل عليه، ولا ذكره المفسرون وأقطاب التفسير وأهل العلم وجبال الحفظ، ما ذكروا هذا، هذا من المتأخرين. نعم.